زي ما قلنا قبل كده ان الفارق الجوهري بين الاتريشن والريكيرجن ان في الاتريشن المسؤول عن العملية التكرار هو الاتريتور اوبجكت، بحيث بانه يمر على كل element ويقوم ببروسيس معين، بينما في الريكيرجن بيكون المسؤول عن البروسيس، عن عملية التكرار، هو عبارة عن ميثود وبتتكرر ولكن ببارامترز مختلفة. بمعنى آخر إن في الريكيرجن الفرق الجوهري إن المسؤولية بتتوزع على عدد من الإليمنت. آخر مثال معنا في الريكيرجن، عايزين نكتب مثال بحيث يحسب البريفيكس، أو يكون الكلاس اللي احنا عايزين نكتبها او الميثود اللي عايزين نكتبها عايزين ان هي تحسب العمليات الحسابية بريفكس. زي ما احنا عارفين وليكن العمليات الحسابية عبارة عن ثلاث انواع، وليكن 5 بلس 6، العملية دي عبارة عن بنسميها انفكس، ودي العملية التقليدية لكتابة ده اكسبريشن التقليدي. تاني عملية الخمسة زي ما هي، والعملية الاوبريتور بيكون بهذا الشكل، وبنسمي الاكسبريشن في هذه الحالة بانه بري فيكس. تالت شكل للعمليات الحسابية 5 و6، وبتكون الأوبريتور وليكن ماينس بيكون بعد الرقمين، وبنسمي في هذه الحالة بوست فيكس. بوست فيكس. إذن العمليات الحسابية 3 أنواع: انفكس وبريفكس وبوست فيكس. اللي احنا عايزين نحسبه في هذه الحالة وعايزين هنشتغل عليه هو البريفكس، بحيث ان يكون مثال هيكون مثلا وليكن 5 و3، هي نفس الكلام زي ما تقول 5 و3. وممكن تكون عملية معقدة، بمعنى اننا لو قلنا 5 و3 الناتج من هذه العملية ممكن يكون نطرح منه 2، والناتج ممكن نقسمه على 4، بمعنى ان ممكن تكون عملية معقدة. فهنشوف دلوقتي ازاي نحسب عملية حسابية بريفكس زي عملية حسابية زي دي. فهنفتح ال ونقول بسم الله، ونستورد اولا نستورد الجافا دوت اتيليتيز دوت سكانر اوبجكت، لاننا نستعمل هنتفاعل مع المستخدم. قبل ما نكتب اي حاجه في المين ميثود هنضطر ان هي نكتب ميثود وليكن public static void evaluate. هيكون في الفويد اللي هي الميثود اللي هي evaluate بتستقبل بارامتر وليكن scanner input، فهنقول والله لو اف في الانبوت دوت has next double، في هذه الحالة return input dot next double. طيب لو ما كانش في، لو الرقم ما كانش double
دبل كده جود. طبعا هتكون دبل عشان في ريتيرن الفاليو اللي هو الناتج. طيب إلس، في حالة إلس هيكون string في متغير اسمه operator بيساوي input dot next. احنا نشرح الكلام ده بالتفصيل، ولكن احنا بنكتب الأساسيات و operator أو operand 1 هيساوي، في هنا هيبدأ ال recursion عن طريق evaluate و دبل اوبيراند 2 هيساوي ايفاليويت اوف انبوت، واخيرا ريتيرن ابلاي. طيب احنا ممكن نكتب الميثود الابلاي، ولكن طيب نكتب ميثود ابلاي. طيب نكتب method الابلاي عبارة عن public static double apply في passing لي ثلاثة argument. اول argument اسمه operator، تاني argument اللي هو double number one، ثالث argument اللي هو double number two. والله if لو ال operator dot equals هيكون return number one plus number two. دي أول حالة، else if operator dot equals return، في حالة الطرح هيكون return number one minus number two، بمعنى نطرح الرقم الأولاني الرقم الثاني من الرقم الأول. else if ال operator dot equals multiply هيكون في هذه الحالة return number one مضروبا في number two. else if operator dot equals return number وان مقسوما على number two. آخر حالة معانا اللي هي حالة الباقي، else if operator dot equals ال percent then return number one مود، بمعنى الباقي من قسمة الرقم الأول على الرقم الثاني. else وأخيرا إذا لم تكن الأوبريتور من هذه الخمس أوبريتور then through new illegal argument exception argument exception
bad operation plus operator. وبكده تكون الـ apply method انتهت بنجاح. هنستدعيها في الميثود الأولى، هنقول return apply operator operand 1 كرقم أولاني و operand 2 كرقم تاني و كargument تالت. وبكده يكون تم بنجاح. في المين ميثود هنعرف سكانر اوبجكت عبارة عن سكانر كونسول بيساوي نيو سكانر اوف سيستم دوت ان سيستم دوت اوت دوت برنت لاين انتر اكسبريشن بيلو زين دبل فاليو هتساوي evaluate of console. وباقي ان نطبع النتائج عبارة عن system.out.println. هنقول ان final result هتساوي زائد value. وبكده يكون الكلاس انتهى. هنعمل run للبروجرام عن طريق shift F6. بيقول enter expression. هنقول وليكن minus، هنبدأ برقم زي 56 then final result 56. هنبدأ باكسبريشن. الاكسبريشن عبارة عن plus 5 7 then final result 12 new expression. هنقول ان الاكسبريشن عبارة عن multiply 5 × 5 الناتج final result 25. نعمل rerun للكلاس مرة اخرى وانتر اكسبريشن. الاكسبريشن عبارة عن division 6/2 عبارة عن 3. rerun للكلاس ونكتب expression وليكن complex multiply 4 او minus 4 1 5 final result 15. إذن هو هنا طرح 4 من 1 وضرب 5 في 3 وبتساوي 15. ونشرح إزاي تمت عملية الريكيرجن في الميثود اللي هي اسمها ايفاليويت. طبعا الميثود اللي هي ابلاي ميثود سهلة جدا، عبارة عن جمع وطرح، يعني ما فيهاش أي تعقيد، لكن الشغل كله في الأوبريتور أو في الميثود اللي هي ايفاليويت. فهنا الميثود اولا في باسنج الارجومنت اللي هو سكانر انبوت، بيتاكد بيشوف هل اول رقم دبل او سترينج، بمعنى ان لو قلنا 5 فالناتج هيساوي 5 لان في هذه الحاله الايفالويشن مباشره هتساوي 5. لكن كالمعتاد بيكون في البريفكس بيكون الاوبريتور اولا، بمعنى لو قلنا بوزيتيف 5 و3 فالناتج هيساوي 8. فهو هنا طبعا هيكون ال input dot has next double، دي خطأ false، فالاف مفيش execution الاف statement وهيدخل مباشرة على الاس. هيكون string operator هيتخزن فيه في الاوبريتور، هيتخزن في الاوبريتور اللي هو البلس. ثانيا هيتخزن في الاوبراند التاني رقم اللي هو 5، وهيتخزن في الاوبراند 2 3، لكن مش هيتخزن مباشرة، هيتخزن عن طريق الريكيرجن
عن طريق الـ evaluate اللي هو يدخل تاني مباشرة وهيجد ان في نيكست دبل فعلا، يبقى اذا هيتخزن عن طريق جملة الـ input dot next double وهتتلغي الـ else لان وجد فعلا مباشرة ان الخمسة والتلاتة دبل. اذا في النهاية هيتخزن الرقم number one في او الـ operand one عن طريق الخمسة والـ operand two عن طريق التلاتة. بعد كده بسهولة جدا ممكن يجمع التلات أرقام أو التلات الرقمين عن طريق في أوبريتور. هذا الكلام ساري على العمليات المعقدة جدا زي multiply و بلس ستة سبعة ثمانية ماينس ست، الناتج ستة وتسعين. فحتى لو كان موجود أكثر من أوبريتور، فأول أوبريتور هتخزن في النكست، بعد كده تاني أوبراند اللي هو 12 5 7 12 هيتخزن في اوبراند 1 واوبراند 2 هيتخزن في 8، وتتم اول عمليه اللي هي 8 في 12 فعشان نفهم مفهوم ان يكون في كومبلكس اوبريشن فنقول ان اكسبريشن ملتبلاي بلس 5 و 3 و8 الناتج طبعا هيكون 64. عشان نفهم ازاي الناتج ده حصل، فموجود عندنا دي العملية اللي عندنا عملية multiply بعد كده addition جمع 5 و3 و8. فالعملية هتتم عن طريق ان هو هيدخل ال evaluate اللي هي ال evaluate، هيجد ان اول ال f false لان اول رقم مش دبل، هو فعلا عبارة عن operator عبارة عن string اللي هي عملية الضرب، فيتم التلاشي الاف ويدخل مباشرة على الالس ويخزن الاوبريتور، في الاوبريتور هيخزن الملتبلاي، واذا دي عبارة عن اوبريتور تمام. هيدخل تاني حاجة الاوبراند 1 هيرجع تاني ايفاليويت، هيرجع تاني من اول الايفاليويت، دي عبارة عن دي بداية الريكيرجن عندنا، فاول رقم مازال ليس دبل فيتخزن في اوبراند في اوبريتور اللي هو الاديشن، والخمسة تخزن رقم اول والثلاثة تخزن رقم تاني لانهم دبل، وتتم الابلاي ميثود. الناتج عملية الجمع ديت عبارة عن اول ريكيرجن عندنا او اول ناتج، وده في النهاية هو اول رقم اللي هو الثمانية، وما زال الملتبلاي هي الاوبريتور، والتمانية هي تبقى عبارة عن الاوبراند اتنين اوبراند اتنين، والناتج العملية ديت هيبقى عبارة عن اوبراند وان، ويدخل الابلاي ميثود بالملتبلاي والاوبراند وان اللي هي التمانية والاوبراند تو اللي هي التمانية، هيكون ناتج 64. والكلام ده ساري على العمليات المعقدة وفي وجود أكتر من أوبريتور. وبكده يكون انتهى آخر ميثود وآخر كيس ستادي في الريكيرجن. هنبدأ بإذن الله في الدرس القادم السيرشنج شابتر 13، شابتر جديد هنشرح فيه السيرشنج والسورتنج.